بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا نشرتنا الرياضيه عفوا مع اخر اخبار بطوله كاس العالم 2022، والمدير الفني لمنتخب كرواتيا اللي اكد ان فريقه هيقدم كل حاجه عندهم عشان يفوزوا على منتخب الارجنتين في المواجهه اللي هتتلعب على استاد لوسيل النهارده الساعه 9 بالليل، وده في منافسات الدور نصف النهائي من بطوله كاس العالم. وقال زلاتكو داليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه: هنواجه منتخب مليان بالشغف والحماس مع ميسي، هتكون مباراة مرهقة لأننا لعبنا مباريتين في أوقات إضافية، لكن الفوز على الأرجنتين في مباراة النهاردة هيكون أعظم انتصار في تاريخ كرواتيا. لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا استعرض رحلة منتخب بلاده في كأس العالم في النسختين الحالية والماضية، وعلق مودريتش على حسابه الشخصي على فيسبوك وقال: يا لها من رحلة، كرواتيا تخوض نصف نهائي المونديال المرة الثانية على التوالي. ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أكد أن اللعيبة هيعملوا كل حاجة عندهم علشان يسعدوا الجماهير. وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأرجنتين وكرواتيا: بنتوقع مباراة صعبة قدام خصم قوي، لازم نركز لأن كرواتيا فريق منظم بيلعبوا كمجموعة، وده معناه أن المباراة هتكون صعبة. وبخصوص ميسي قال سكالوني: ما كانش عندي مفاجأة من حماسه وقوته لأنه عارفه كويس، ودايما عليه انتقادات لأنه لاعب بيحب الانتصار وده أمر طبيعي جدا. منتخب الأرجنتين اختتم استعداداته للمباراة اللي هتتلعب النهاردة قدام كرواتيا في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم. شهدت التدريبات الجماعية تألق الأسطورة ليونيل ميسي اللي ظهر في حالة فنية ومعنوية عالية جدا. كمان اختتم منتخب كرواتيا استعداداته لمباراة الأرجنتين، وشهدت هي كمان التدريبات الجماعية وتألق النجم لوكا مودريتش اللي ظهر هو كمان في حالة فنية ومعنوية كمان عالية قوي. المهاجم المغربي يوسف النصيري نجم فريق إشبيلية حسم مصيره مع الفريق الإسباني بشكل نهائي. ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريح للنصيري أكد فيه استمراره مع إشبيلية حتى بعد تألقه اللافت في مونديال قطر. وقال النصيري في تصريحه اللي وجهه لمونشي المدير الرياضي لإشبيلية: لن أترك إشبيلية، أنت تعلم هذا. المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فران حذر منتخب بلاده من الشعور بالثقة الزايدة قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم قدام المغرب، وقال: وصول المغرب لنصف نهائي البطولة ما كانش حظ أو صدفة، احنا قدام مباراة صعبة جدا ومش سهلة. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر واستبعد ثنائي التحكيم الفرنسي كليمون توربين والحكم ستيفاني برابار من كأس العالم قطر 2022، وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على استبعاد الثنائي التحكيم المميز بسبب مسار المنتخب الفرنسي ووجوده في نصف النهائي، ده غير ان الاتحاد الدولي كمان استبعد الحكم الاسباني ماثيو لاهوز اللي ادار ربع نهائي كأس العالم بين الارجنتين وهولندا، وده بسبب حالة الجدل مع عدد من اللعيبة والتصريحات اللي هجمته من لعيبة الأرجنتين وهولندا. نيمار دي سيلفا النجم البرازيلي كتب على حسابه على الانستجرام وقال: الحياة تجعلنا نمضي، وعلى أي حال علينا تجاوز ما حدث حتى لو كان الأمر مؤلم، كان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء، فعلينا المضي قدما. وأشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته، وأن أسمع منكم أننا قاتلنا وتقدمنا في كل شيء حتى النهاية، هذا يخفف القليل من ألمنا. تسببت إقالة المدرب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل في تكهنات بخصوص المدرب اللي هيكون خلفته، حتى إن الظاهرة البرازيلية رونالدو كشف إن الاتحاد كرة القدم في البرازيل دخل في مفاوضات مع غوارديولا لتولي تدريب منتخب السامبا. ونروح من بطولة كأس العالم لقرعة دوري أبطال إفريقيا واللي أجريت امبارح في مقر الكاف بالقاهرة، وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.
كمان أصفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلي مع سان داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية. وكشفت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية في دور المجموعات، وأوقعت القرعة فريق فيوتشر وبيراميدز من مصر في مجموعة واحدة وهي المجموعة الثالثة. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع هدير ومصطفى. شكرا لك يا لميا.